شنو درت ليه؟ اش كيقول لهم؟ كيقول لهم راه ما كديهاش فيا، وملي كيبدا بنادم يسب فيا ويعير فيا كيعاجب الحال وكتخليهم ما كتهبطهمش. شوف باش تعرفوا الباطل، الباطل كيفاش داير. هانتوما هانتوما تشوفوا بعينيكم، هانتوما شفتوا نتوما بعينيكم واش انا هبطت ولا ما هبطتوش. وبوب كنلعب معاه مزيان، يعني انسان اللي كنلعب معاه مزيان، ورغم ذلك هبطتو وبلوكيتو ما عقلتش عليه. هو كيمشي تيقول لهم اه مراتي كتطلع بنادم وتيسبني وتيعيرني وتيديرني وما كتهضرش معاه وما كتجاوبوش وما كدير والو وما كيعجبهاش الحال. بغيت نعاود لكم بالتفصيل، لا عاودت لكم بالتفصيل، اقسم بالله اجيتي تي حساده مريضه من جيتي. يلا سيري، يلا جري جري، سيري كوني بحالي، سيري كوني مرا بحالي، هاد مشي منتقديني الكلبه. سمعتي؟ صافي خوتي، ووقع اللي وقع، يعني هذاك الاعجاب اول مره، اول لحظه جا داك الاعجاب، وانا ما كنتش دايراها في بالي غنتزوج انا وياه، هادي ما كنتش دايراها في البال، يعني انا غير كنضحك معاه، بغينا ننشطو نضحكو، درنا فلوغات، درنا انا وياه، درنا بوز انا وياه، درنا بزاف د الحوايج في المغرب، اجلت البيي، كنت راجعه وانا ناجل البيي، صدقت جالسه معاه، خدمت معاه بزاف د الحوايج، خدمنا بزاف الحاجات. صافي هو يتعلق بيا ولفني وانا نولفو، تعلقنا ببعضياتنا ولا كيغير عليا وليت كنغير عليه، صافي صدقنا في الزواج. انا راه ما كنتش ناويه نتزوج ولا انا غاديه باش نضحك ونشط ونرجع، ما كنت ناويه لا زواج لا والو، وداك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، يعني جوج مجوجين في السماء، فهمت اخوتي؟ انا جوج تيكونوا مجوجين في السماء، غنمشي في الارض تيكونوا مجوجين في السماء، يعني زواجي انا ونزار مكتاب، راه ماشي درنا عليه شي حاجه انا ما كنتش